صحافة 26 سبتمبر 2013 ومتابعة لأهم العناوين وأهم عناوين الصحف مع الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الشرقاوي. أستاذ وليد صباح الخير. صباح الخير. وأهلا بحضرتك معانا النهاردة. أهلا. نعمل عرض سريع لكل مشاهدينا عن الأخبار اللي هنتكلم فيها مع حضرتك. ومن الأهرام في الصفحة الأولى: لا لأحزاب على أساس ديني. الأخبار في الصفحة السابعة: الجيش يحاصر جبل الحلال وحصون الإرهابيين ويدك حصون الإرهابيين. الشروق في الصفحة الأولى: عودة الحياة إلى كرداسة. الشروق في الصفحة الرابعة: الدولة تتحرك لحصار جماعة الإخوان وممتلكاتها. الشروق في الصفحة الأولى: من الحكومة للتجار خفضوا الأسعار وإلا. المصري اليوم في الصفحة الأولى: 12 قتيلا في احتجاجات عنيفة بسبب الأسعار في السودان. الأخبار في الصفحة الأولى: تضخم ثروة مرسي أمام الكسب غير المشروع. في المصري اليوم في الصفحة الأولى أيضا: حركة قطارات السكك الحديدية تعود تدريجيا ابتداء من السبت. المصري اليوم: التنظيم الدولي للإخوان يجتمع باسطنبول وله للتصعيد ضد مصر. يجتمعوا زي ما يجتمعوا احنا ما بيفرقش معانا الكلام ده. نبتدي مع بعض. اول خبر استاذ وليد: ولا لاحزاب على اساس ديني، وده من الاهرام في الصفحه الاولى. طبعا الخبر ده مهم جدا، وده اهم انجازات لجنه الخمسين او اللجنه اللي بتعدها الدستور المصري الجديد. يعني ده كان اهم مطلب اعتقد من وجهه نظري، انه لا احزاب على اساس ديني، ولكن على الناس اللي هم عندهم هوى ديني انهم ينخرطوا في السياسه ويشتغلوا سياسه من خلال الاحزاب اللي موجوده. يعني ما يبقاش في ربط، ما يبقاش في مرجعيه سياسيه دينيه لا اسلاميه ولا مسيحيه ولا حتى يهوديه يعني. طبعا فده شيء مهم جدا، واعتقد ان في توافق، وما اعتقدش ان حزب النور اللي هو يعني الحزب السلفي او ممثله في لجنه الخمسين حتى معترضين او كده، وهم حتى قالوا امبارح، قالوا ان احنا يعني اللي عايز من التيارات الاسلاميه يمارس السياسه فليمارس السياسه من خلال الاحزاب اللي موجوده. وده شيء منتهي تماما، واعتقد ان الكل فعلا زي ما حضرتك بتقول متوافق على الكلام ده. لا خلط للدين بالسياسه ولا خلط للسياسه بالحكومه، يعني مش عايزين ولا رأس المال ولا عايزين أي خلط أرجوكم. تمام. الأخبار في الصفحة السابعة: الجيش يحاصر جبل الحلال ويدك حصون الإرهابيين. طبعا العمليات اللي بتقوم بيها القوات المسلحة لتطهير منطقة سيناء، شمال سيناء يعني، مستمرة، وخصوصا في يعني المنطقة الشرقية اللي هي شمال الشرق اللي هي العريش والشيخ زويد ورفح. العمليات مستمرة طبعا، لما بيزيد الضغط على الإرهابيين والعناصر دي في المدن بيضطروا يلجأوا للجبال، فالجيش بيرجع يطاردهم في الجبال. ولكن أنا شايف أنه في توازن في عمليات التمشيط والتطهير ما بين المناطق الجبلية وبين المناطق السكانية. ده دليل على ده أنه الفترة اللي فاتت بقالنا فترة طويلة ما سمعناش عن أنه في هجوم على وحدات عسكرية سواء شرطية أو للجيش في هذه المنطقة. حتى بعض الناس من العناصر منهم اللي هي قدرت تتسلل وتعبر القناة وتسكن منطقة القناة في الإسماعيلية وكده، وبدأت تطلق النار على بعض ضباط الجيش، وبدأ الجيش يشتغل عليها، وكان في حملات في الإسماعيلية وفي الشرقية لضبط بعض الخارجين والهاربين تطهير المنطقة دي علشان يبقى المسألة محكمة. طبعا الجيش بيواصل والمسألة هتاخد وقت، لأنه يعني الجغرافيا هناك بتدي فرصة للاختفاء وبتدي فرصة للتهريب. كمان الخبراء الاستراتيجيين بيقولوا ان عدد الانفاق اللي تم تدميره مش هو النسبة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها، لا لازال في كميات اخرى من الانفاق لم تكتشف. وعايز اقول لك ان الانفاق صعب جدا اكتشافها، لانه ممكن يكون بداية نفق مثلا مساحة 50 سنتي في 50 سنتي متغطية بحاجة، ده بداية لنفق بيهرب أفراد. فاكتشاف الأنفاق مسألة صعبة جدا، مسألة محتاجة جمع معلومات ومحتاجة يعني المهندسين العسكريين بيشتغلوا عليها، كذا جهة بتشتغل عليها. فيعني المسألة مستمرة، بس الحمد لله كل الناس حاسة أن في تحسن وفي إنجازات للحملة. يعني الشروق في الصفحة الأولى: عودة الحياة إلى كرداسة. طبعا كرداسة بعد الاسبوع يعني طبعا هم كرداسة تم اقتحامها يوم الخميس الماضي، اسبوع كامل الشرطة يوميا بتنزل والقوات المسلحة طبعا بينزلوا للقبض على عناصر معينة. لغاية امبارح كان في حملة كانوا بيقبضوا، طبعا كل ما بيتم القبض على بعض الاشخاص بيتم جمع معلومات
بيكون هناك في اعترافات ومعلومات اخرى بيتم بناء عليها عمل المزيد من الطلعات التمشيطيه. اول امبارح كان في تمشيط لمنطقه الزراعات اللي هي حول كرداسه وناهيه في المنطقه دي، وده يعني شيء مهم جدا لانه كرداسه كانت يعني محصنه وكان عدد كبير من العناصر اللي هربت من اعتصام رابعه سكنت هناك و يعني استقرت هناك، الى جانب طبعا المذبحه الشهيره اللي هي مذبحه قسم كرداسه. واعتقد انه مديريه امن الجيزه او الداخليه في تركيز جدا في هذا الخط الجغرافي، لان هم في استعداد دلوقتي للدخول الى قرى مركز الصف في الجيزه وبعض القرى اللي ليها ظهير صحراوي وظهير جبلي لمطارده برضو بعض العناصر الهاربه هناك. والحقيقه ان مواطنين كرداسه كمان او كل السكان اللي هناك سعداء جدا بالحاله الامنيه اللي موجوده، يعني كل الناس سعداء جدا بالحاله الامنيه بتواجد الجيش بتواجد الشرطه. الحقيقه يعني ده كان من اهم الانجازات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. الشروق في الصفحه الرابعه الدوله تتحرك لحصار جماعه الاخوان وممتلكاتها. طبعا بعد الحكم بتاع محكمه الامور المستعجله، الحكم طبعا غير قابل للطعن عليه، فالمفروض انه اجهزه الدوله بتبدا تتحرك لتنفيذ هذا الحكم، المقرات والاموال وهكذا لمحاصرتها. واعتقد ان كان في خبر مهم امبارح انه اعضاء الجماعه في الاسكندريه بداوا يفسخوا عقود المقرات، يعني هم كانوا مؤجرين بعض الشقق وبعض المقرات من اشخاص ليقيموا فيها نشاطاتهم، بداوا يفسخوا العقود دي ويرجعوا الشقق دي والمقار دي لاصحابها وملاكها مره اخرى. واعتقد ان هم كمان الجماعه عندها اليه لتصفيه بعض المقرات وتحت يعني استجابه او مش يعني تنفيذا لهذا الحكم، لانه دوله هتنفذ ده هتنفذه ما فيش شك فيه. يعني الشروق الصفحه الاولى، من الحكومه للتجار خفضوا الاسعار والا. طبعا موضوع الاسعار ده موضوع مهم جدا وموضوع يعني كبير، وموضوع انه يتم فرض التسعيره الجبريه فيه ده حل يعني كل الخبراء قالوا انه حل غير سليم، لانه فرض التسعيره الجبريه على الاسعار السلع المهمه هيؤدي الى اختفاء هذه السلع. احنا كان عندنا تجربه زمان لما كان في تسعيره جبريه لبعض السلع والخدمات، كانت السلع دي بتختفي من السوق، وده اللي خلق حاجه اسمها تعبير السوق السوداء، السلع هتختفي. لكن هو الحل الوحيد هو زياده المعروض، وممكن استخدام انتاج القوات المسلحه اذا كانت المساله مثلا متعلقه بالخضروات والفواكه، ممكن يطرح كميات كده. لكن مساله فرض التسعيره الجبريه او حتى التسعيره الاسترشاديه تعمل بلبله في السوق، هينزل المواطن النهارده هيفتح الجرنان يلاقي مثلا سعر كيلو اللي مش عارف ايه ب 5 جنيه، هينزل للتاجر هيلاقيه حاطط عليها 8 جنيه يقول له ما هي مكتوبه في الجرنان ب 5 جنيه، هيدور بينهم حوار غير متكافئ، هيعمل يعني مشاكل شخصية فردية في السوق. لكن هو الضرورة أو الحل الضروري لهذه الأزمة هو طرح المزيد من الكميات في يعني إيه فيما يطلق عليه الأمن الغذائي. يعني لازم يبقى منظومة الأمن الغذائي اللي كانت موجودة زمان تعود تاني. الأكشاك اللي هي الخاصة بالحكومة اللي موجودة كانت في كل مكان وبيطرح فيها، واللي كانت بتقدم السلع بأسعار مختلفة وبأسعار أقل دي تقدر تعمل حقيقي. توازن، مش هيقدر التاجر يعلي كتير لأنه أنت هتسيبيه وتروح تجيبي من التاني. كمان كمان الأكشاك دي هتبيع لكمية كبيرة جدا من الناس، فمش هتبقى العدد قليل جدا من الناس، مش هيقدر هو يبيع لهم بأسعار غالية. بالظبط، ده مهم جدا يعني حقيقي في الفترة اللي احنا فيها. طبعا. إن احنا يعني نرحم الناس شوية. طبعا. 12 قتيلا في احتجاجات عنيفة بسبب الأسعار في السودان. طبعا السودان المشهد فيها يعني ساخن بقاله يومين، وده بسبب ارتفاع الاسعار. لكن المساله مش هي ارتفاع الاسعار فقط، هو كان في خلفيات وفي احتقان اصلا في الشارع السوداني بسبب يعني مساوئ حكم الرئيس البشير، وعلشان كده بدأت بعض الدول تطالب السودان زي بعدم استخدام العنف. 12 قتيل ده نتيجة تدخل الشرطة لفض اعتصامات، الاتصالات مقطوعة في السودان، الانترنت اتقطع، يعني في المشهد هناك سيء جدا. وطبعا يعني بنأمل ان يكون في دور عربي، اطراف تتدخل افريقيه، الاتحاد الافريقي يتحرك انه يحصل نوع من المصالحه بين الشعب وهذه الحكومه، واذا كان الرئيس في خلاف عليه قبل ما تتصاعد الامور ويكون في المزيد من القتلى
يتم حل المشكله حتى لا تتفادى السودان، لان السودان عندها مشكله انها مش متماسكه سياسيا. احنا عارفين ان في منطقه دارفور عايزه تستقل، وجنوب طبعا استقل، فالدوله دي مش يعني مش هتتحمل المزيد من التقسيم. فيجب انه يحصل تدخل دبلوماسي من الاتحاد الافريقي ومن جامعه الدول العربيه ومن اطراف اخرى دوليه تقدر تضغط يعني ايجاد استقرار للاوضاع السياسيه في هذه الدوله. تضخم ثروه مرسي امام الكسب غير المشروع، وده في الاخبار في الصفحه الاولى. طبعا جهاز كسب غير المشروع بيفحص يعني ارصده وحسابات عدد من الشخصيات، يعني شخصيات الجماعه خصوصا اللي كانت بتحكم في فتره حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها محمد مرسي شخصيا. وبيتم بقى مراجعه الممتلكات والارصده وكيف تحصل عليها وكيف من اين لك هذا، ومسائل بتتم بشكل قانوني، واعتقد انه سيسال في ذلك يعني. واذا كان الدوله ليها حقوق هتستردها طبعا اكيد ان شاء الله. اكيد. المصري اليوم: حركه قطارات السكك الحديديه تعود تدريجيا من السبت. اعتقد ان هم قالوا في عوده فعلا لحركه القطارات مره اخرى. نعم، في حركه يعني في عوده جزئيه لحركه القطارات. وده مهم جدا، لانه الناس في الفتره اللي فاتت بسبب توقف حركه القطارات عانت معاناة شديدة طبعاً. جدا بسبب زيادة أسعار الـ النقل، خصوصا أنه في عدد كبير جدا من الناس ويقدرون بمئات الآلاف بيشتغلوا في القاهرة وبيسكنوا حول القاهرة على بعد 40-50 كيلو. في ناس بتسكن في بنها، في ناس بتسكن في الفيوم. طبعا فوسيلة بالنسبة لهم التنقل الوسيلة الوحيدة المناسبة هي القطارات. بالضبط. كانوا بيعانوا جدا من ارتفاع أسعار السيرفيس والميكروباص وكده. كمان السيارات الأجرة ما كانتش عندها قدرة أنها تستوعب هذه الزيادة الشديدة، لانه القطارات طبعا بتمتص جزء كبير جدا من الطلب على النقل بين المدن وبعضها. كمان الخطوط الطويله متاثره والاسعار زايده جدا، يعني مش عايز اقول لك ان اسعار النقل مثلا من الصعيد ومن اسكندريه للقاهره زادت بشكل كبير جدا بسبب توقف حركه القطارات. اخيرا، التنظيم الدولي الاخواني يجتمع باسطنبول ولاهور للتصعيد ضد مصر. طبعا بعد قرار المحكمه بحظر الجماعه وتصفيتها، العناصر الموجوده في الخارج واللي بتطلق على نفسها التنظيم الدولي بدات تجتمع وبدات تشوف ازاي هي في الفتره القادمه هتتعامل مع الاوضاع، خصوصا انه من المعروف يعني انه الضربه اللي تلقتها جماعه الاخوان في مصر هي ضربه قاسمه قويه، وان قيمه الجماعة هي قيمتها يعني في مصر، يعني ضرب الجماعة في مصر هو بيفقدها 60% أو 70% من قوتها وقيمتها. فكان يجب ان هم يعملوا اجتماع بالشكل ده. وعرفنا من بعض المعلومات ان هم عرضوا بعض الفيديوهات وبعض الصور لفض اعتصام رابعه والنهضه، لا زالوا بيتاجروا بالمسائل دي، ما قدروش لسه، ما تجاوزوش بفكرهم المرحله دي. وده اللي احنا بنطلبه، انه هذه الجماعه يجب ان تتجاوز بفكرها المرحله السابقه، وانها تبدا يعني تكون سياسة أو تكون فكر تقدر تتعامل به مع الدولة المصرية في بشكلها الجديد في المرحلة القادمة إن شاء الله. بنتمنى أكيد. الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الشرقاوي، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة. نشوف حضرتك دايما على خير. مشاهدينا، دي كانت متابعة لأهم عناوين الصحف لصحافة الخميس 26 سبتمبر 2013. نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا.